تعالوا بقى اما نتكلم على اللي متعوده ما تنظفش غرفتها، واللي متعوده سريرها اي كلام، او بيبقى وده حصل. يعني جات لي مره مشكله من اكتر من 15 سنه، شاب كان بيقول لي يا دكتوره انا دخلت البيت بتاعهم المكان، يعني انا خايف، ده اول مره خايف اوافق لان مستواهم عالي جدا، الريسبشن اللي قعدونا فيه والصالون اللي دخلونا فيه حاجه لوكسري لوكسري لوكسري. وبعدين انا كنت فاكرها عاديه سيئه من الحاله المتوسطه، وفوجئت بان هي حاجه والتحف فظيعه. فقلت له يا ابن الحلال والله طالما هم مرتضين كنت ما شاء الله عليك، مش قلت ظروفك وقلت امكانياتك؟ قال لي، قلت له خلاص الامر عندهم، لكن هي اهم حاجه ما تتكبرش، وتقول لك انا عايزه تعيش على قد الامر اللي انت فيه. قال لي وضحت بكل صراحه الامور وعيش ازاي والدنيا ايه واقدر اجيب ايه واصرف ايه. قلت له تمام، الكره في ملعبهم. اتصل وقال احنا موافقين والكلام ده ومش عارفه ايه وبتاع وخلاص تمام تمام، فهيروحوا هو واهله. فبيقول لي حصلت مشكله، فانا اتصلت عليهم قلت لهم معلش امي واختي هيجوا الاول، وانا ايه بس قدامي يعني الديزل كان هيوصل متاخر نص ساعه، فانا قدامي ايه هتاخر بس نص ساعه. فتمام راح الاهل وهو نزل من محطه القطر عليهم على طول. ففي بابين للبيت، اسمعوا معايا الامر، في بابين للامر. اول باب اللي هو الرئيسي اللي هو متعرف عليه، والباب الثاني الام والاخت ما كانوش عارفينه فخبطوا عليه فاتفتح لهم الباب. فمش ده المدخل بتاع الريسبشن والصالون، ده مدخل الغرف الداخليه. المنظر يعني صعقة الشاب وهو بيقول لي وخضضانه اصلا، طب كلمي ام والدتي. الام بتقول لي المشكله مش ان هي حاجات عاديه او البتاع طبيعي وعادي، وكلنا ناس كلنا فقراء الى الله، لكن الريحه ونظافه المكان. قلت له ممكن يكونوا بيلبسوا فمهرجلين، يعني الفستان ده مرمي هنا. قال لا، ده اكياس شيبسي وزباله مرميه ودبان وريحه لا تطاق. لا ده مش اهمال يوم او ساعتين او النهارده كنا مشغولين بنعمل حاجه فسيبنا الغرفه. قالت لا، وهم اتخضوا قفلوا الباب وقالوا لهم الناحيه الثانيه. اعرف ازاي اللي قدامي دي نظيفه ولا لا؟ شوف البيت، شوف الريحه، شوف اهلهم. بيبقى في عزومات، شوف الدنيا بتبقى ازاي يعني. ومن ضمن برضو الحاجات يجي مثلا يقول لك المعلقه جت متسخ، يعني انتوا عازمين العريس واهله والمعلقه ذات نفسها مش نظيفه، او حز الكوبايه معلش ما اعرفش بيتقال عليه ايه باللغه العاميه غير كده، مش نظيفه، مش يعني مجليطه مدحننه فيها دهن الكوبايه اللي هو كده، لا دي مش نظافه. مش بنقول هوس نظافه، تمام، زي هوس عمليات التجميل اللي اتكلمنا عليه، لكن ده الامر ده مش نظافه. ان انا اجيب معلقه، في فرق ان يكون عندنا معالق قديمه مفيش مشاكل، لكن نظيفه مغسوله مفيش ومتعلمه، هاتي حبيبتي واغسلي ونظفي واعملي عليها الميه تبقى زي الفل. انا عايزه اقول لكم ان انا اعرف بيوت كمان يعني حتى دي كانت الواحد يعني خدها خبره، لا تقول لك كمان نحطها في ميه بخل تطلع بتبرق زي بتاعه الفنادق، لكن احنا بنقول الحاجه العاديه، الحاجه نظيفه، الكوبايه نظيفه مش مجليطه ولا تحس انها فيها يعني شبوره كده، مش عارفه مش حاضرني اسم اقوله، يعني تحس ان هي مش شفافه مش نظيفه. الكلام ده وتدعي وتستخير وتسأل الناس اللي بيخشوا بيوتهم وتسأل كذا، عشان الحاجات دي تأنف منها العين والأنف قبل العقل كمان ما يستوعبها، ودي من المعايير.